احنا خلصنا من حق الجماهير رغم ان كان في اسئله تانية، انما عشان وقت البرنامج وصلنا لفقره انت مين. لما اقول للكابتن مختار، مختار انت مين يا مختار؟ الاسم اللي هو موجود عندك في البطاقه بتاعتك. مختار علي مختار. عرفنا على اسرتك واحفادك واولادك. عندي 5 اولاد. محمد ما شاء الله وهاجر، وعندي محمد عنده بنت، وهاجر عندها ولد وبنت، وهبه عندها ولد، وعائشه عندها ولد، ومنا لسه يعني خريجه السنه دي الجامعه الالمانيه. لكن لسه ما تزوجتش يعني. هل هنشوف مختار مختار جديد؟ العيال الاحفاد لعيب كره كلتهم وحشه قوي. لا ما عشان ما لهمش كره شراب. حمزه كلته وحشه قوي. نتمنى حد فيهم يعني. انت مش شايف حد فيهم كده ولا كده؟ ايه مش شايف حد؟ لا لا الامر صعب. الامر لا صعب. بيحبوا الكوره بس ما يعني ما ايوه. الاعمار السنيه قد ايه يا مختار؟ صغيره لسه؟ لا صغيرين. طيب لسه انت بتثقلهم بقى شويه كده وتعلمهم الكوره والكلام ده كله، وتاخدهم يوديهم يلعبوا كره شراب في الشوارع وحاجه كده. اوديهم هو انا ممكن اروح اوديهم شبرا. اخد بيت في شبرا. ما انا سيبنا طبعا بيت شبرا طبعا. بس خلاص بقى مفيش حد دلوقتي بيلعب، مفيش مكان بنمشي فيه. الامر بقى صعب جدا جدا جدا. وهي ديت اللي الواحد يعني بيتكلم عليها، ان المنابع جفت، عشان كده المهارات بقت صعبه قوي. ودي هو هي ده اللي مخلي الامور بقت صعبه علينا يعني. فاكر اول عربيه اشتريتها؟ 128 كانت بتاعه احمد عبد الباقي، خدتها خضرها. منه. لا الحمراء. حمراء خدتها منه، اشتريتها منه. و عملت بيها حادثه؟ لا دي مش، لا لا مش دي. لا مش دي. امال الحادثه اللي اتعملت؟ لا ده الحادثه كانت بعربيه ثانيه خالص. عربيه ثانيه. عربياتك كتيره قوي ما شاء الله. مالك الحمد لله يا عم. لا كلها خلي بالك، احنا كنا بنركب 28، انغال في 28، وبعدين الجيل كله كان بيلف في دي، في 24، في 28، في 25. كان ساعتها ده الريتمو. هو ده هي دي العربيات اللي كانت وقتها كان ساعتها. هي دي. لكن دلوقتي ما شاء الله الدنيا اختلفت. انت اشتريت عربيه وعملت بيها حادثه مش كده؟ لا مش حادثه، ده ده في حد حدف عليا. لما كنت جيت في إيه؟ دي 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 بس مش حادثه يعني، ان انا دخلت في حاجه. بتحب العزله ولا اجتماعي؟ بتحب الناس؟ انا يعني كنت بتلمنا في المنتخب لغايه دلوقتي يعني. انا اجتماعي، لكن دلوقتي العزله بالنسبه لي بحبها في اوقات يعني مش قليل. لان الواحد برضه كبر والعزله ما كبرناش يعني. انت كبرت، انا ماليش دعوه بالكلام ده. العزله مهمه قوي، لانها تراجع فيها نفسك، بتساعد الواحد بشكل كبير جدا 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 في اهم اشياء في حياته يعني. هوايتك ايه غير الرياضه؟ بقرا، بس ما بقراش في كتب ادب او لا، بقرا يعني بقرا في القران، بقرا في السنه. بقرا في الحاجات اللي هي قريبه مني يعني. قريبه منك. وده وهو دوت اللي الحياه اللي هي بعتزل فيها يعني. انا عارف انت بتحب الصيد، صيد السمك. لكن اخر مره صدت امتى؟ لا يا عم كان زمان الكلام ده خلاص. انا كنت بسمع انت بتشتري سمك وتاخده معاك. لا انا بموت في السمك. احنا كلنا بنحب السمك. احب اكله ليا السمك. كلنا وبعدين السمك. مش انت اخر مره عزمني على سمك؟ انا كنت بسمع انت بتاخد شنطه او شبكه كبيره كده فيها سمك وتقول وترجع من الصيد تقول انا اصطدت السمك ده. لا 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 بس ده كان زمان يا مصطفى، دلوقتي خلاص بقى. وانت مدرب دلوقتي بتحب اللعيب المهاري ولا اللعيب اللي بيبذل مجهود ولا اللعيب اللي بينفذ لك التكتيك اللي انت عايزه؟ بحب كله. ليه؟ لانها يعني ايه منظومه. لازم يبقى فيها كل حد يعني. حد يبقى عندك لعيب كوره، وعندك لعيب مهاري يعني تكتيكي. وعندك لعيب جدع وعنده قلب وبيجري واقل منهم في المهاره. فده انما لما توفرش كل ده تختار اللي يبقى عندك اساسي ايه؟ الاساسي يبقى يعني اولا يعني ايه بيعرف يقف. طبعا لو بيعرف يباصي دي تبقى حاجه هايله جدا جدا. المهارات اكيد قلت، لكن لما يبقى عندك حد فيه عنده ديت اكيد
ان هي بتساعد يعني بشكل هو عنده مجهود بيجري طول ال 90 دقيقه ده هايل ده اساسي ولا ده ولا المهاري اللي هايل. بيلعب نص ونص لا ده الاساسي اساسي ان تقدر يعني تعوض المهاري بحاجات تانية. بتحب تسمع اغاني قديمه؟ كنت زمان لا. كان مين مطربك المفضل؟ كله كنت احب اسمع. لا كنت تحب انت لما بتقعد كده بتفتكر الزمن الجميل والاغنيه دي بتفكرك بترجعك بالزمن الحلو كان مين؟ هو انا كنت صراحه كنت بحب فيروز جدا يعني. فيروز بس دلوقتي بقى خلاص ما بقاش خلاص سبت فيروز انت. مش اسمع. بتحب المطبخ؟ طبعا انا يعني لما اشتغلت مدرب واتغربت. انت سافرت دربت بقى؟ دربت رحت سافرت السعوديه وسافرت قطر وسافرت عمان ويعني كنت بتخش المطبخ كتير وسافرت كنت لازم يعني انا مش محب للاكل اللي من بره فطبعا بالتالي انا كنتش بعرف اعمل اي حاجه انما اتعودت وتعلمت اتعودت طبعا ايه الاكله اللي انت بتحب تتقنها وتعملها؟ هو اللي انا كنت بحبها قوي طبعا بس دقيقه واحده احنا بنقول انتظرونا دلوقتي في مطبخ مختار على على الوصفات اللي هيقولها على الحاجه اللي هو بيتقنها في المطبخ. بس دي حاجات بقى تبقى عايزه لا يعني لا ما في ناس بتكتب دي دي دي, دي, دي بيزنس كبير. لا ما تخافش لا هو شوف انا بقول لك يعني اول ما سافرت ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه نعم لكن الغربه علمتني ان انا ابقى اجبر على ان انا ايه اللي انت بتتقنه؟ بعرف اطبخ. تطبخ ايه؟ اي حاجه. لا قول لنا على اكله معينه وصفتها ايه؟ يعني اعمل بطاطس بالصواني باللحمه بتاع اعمل اي خضار زي ايه؟ خضار ايه؟ الفاصوليا وال بسله باميه ملوخيه ده كل ده اصل هو هي يعني طب كله مثلا وصفه الملوخيه. لا المضمون الخيره مش بس فيه لا انا طب الباميه بص هو دي الاكلات دي كلها اكلات سهله وبسيطه انت تقول الوصفه بتاعتها ما, ما انا بقول لك الوصفه بتاعتها ان انت اهم حاجه ان انت تعمل الطماطم تعملها بشكل كويس قوي والصوص بتاعها وهو ده اساس الاكل هو ده اساس التسبيكه بتاعت اي خضار هي اللي بتخلي تعمل صينيه مكرونه مثلا طبعا انا استاذ في المكرونه في العموم. انت بخيل ليه يا اخي؟ لا ما هو دي يا مصطفى برضه خلي بالك دي خبراتك. طيب انت خبراتك انت مش عاوز تعلنها؟ ما يمكن يجي لك ناس زبائن بدل التدريب تبدا تشتغل في المطبخ. لا فعلا يعني الحمد لله يعني الواحد بس خلي بالك برضه الكلام دوت مرتبط بيك بامتى؟ وانت متغرب. لكن وانت قاعد مع الاولاد خلاص الامور ما بتبقاش. اكلتك المفضله ايه؟ بحب يمكن الاسماك اكتر حاجه يعني ممكن اكل فيها. واعي برضه طول عمرك واعي. التواصل الاجتماعي ليك في التواصل الاجتماعي؟ مواطن. خالص اقول لك حاجه بس ما يعني ما تاخدش عني فكره انا ما عنديش نت. ما عندكش نت؟ يعني ما عنديش نت في الموبايل بتاعي التليفون مريح دماغك خالص. طب انت شايف التواصل الاجتماعي ممكن تاثر على اعضاء مجلس اداره او رئيس مجلس اداره في تغيير مدير فني سهل جدا 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 مش بتاثر ده بتاثر على ناس كتير قوي عشان كده. وبعدين الـ المشكله كلها كمان بالنسبه لنا انها بتاخد وقت من الانسان طويل قوي والوقت دوت اكيد ان انت ممكن تنتفع بيه احسن من كده. لو حبيت تتفرج على فيلم قديم تحب تتفرج على افلام مين؟ هو انا كنت فعلا زمان كده بس دلوقتي ما بتفرجش صراحه يعني. طيب لو اقول لك في فيلم وفي مباراه قديمه تتفرج على ايه؟ لا مباراه مباراه قديمه